النادي الأهلي حقق فوز مهم على البنك الأهلي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم باستاد القاهرة في الجولة 32 لبطولة الدوري الممتاز. سجل هدف الأهلي وسام أبو علي في الدقيقة 8، بكده يؤمن الأهلي قمة الدوري برصيد 75 نقطة، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الثاني برصيد 34 نقطة. فريق سموحة فاز على فريق المصري بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد برج العرب باسكندرية ضمن مباريات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. بكده ارتفع رصيد فريق سموحة للنقطة 48، محتلا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد فريق المصري البورسعيدي عند النقطة 52 ليحتل المركز الثالث. أما فريق المقاولون العرب فقد تعادل مع نادي سيراميكا بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين في الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الممتاز على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. يرتفع سيراميكا بالنقاط إلى 45 ليحتل المركز السابع، بينما يرتفع المقاولون العرب برصيد النقاط إلى 25 في المركز ال 17 ويقلص فرص بقائه في الدوري. احتفلت الألعاب الأولمبية باللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 ببرونزية بطل السلاح المصري محمد السيد في حديقة الأبطال بحدائق تروكاديرو عند سفح برج إيفل بحضور 10,000 متفرج في ساحة بالهواء الطلق، وده كان وسط أجواء استثنائية في قلب العاصمة الفرنسية باريس. منتخب مصر للسيدات لسلاح الشيش خسر من الصين بنتيجة 45-18 في تحديد المركزين السابع والثامن في أولمبياد باريس 2024 اللي هتستمر اليوم 11 من شهر أغسطس. يوسف طلبة لاعب منتخب القوس والسهم ودع منافسات دور ال 64 بدورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس وحتستمر حتى 11 أغسطس. خرج طلبة من المنافسات بعد الخسارة أمام لاعب ألمانيا بنتيجة 5-0. منتخب فراعنة الطائرة الشاطئية خسر أمام المنتخب الإسباني بنتيجة 3-0 بالجولة الثالثة من منافسات الطائرة الشاطئية بأولمبياد باريس 2024 اللي هتتلعب الفترة من 25 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس ليودع المنافسة. فريق ترابزون سبور التركي المحترف ضمن صفوفه المصري محمود حسن تريزيجيه تأهل للدور الثالث في بطولة الدوري الأوروبي بعدما حقق فوزه الثاني على فريق روجنبروك السلوفياكي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب شينول جونيش ستاديوم، وده ضمن منافسات إياب الدور الثاني من تصفيات التأهل لمجموعات بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2024-2025. النهارده طبعا كلنا وكل عشاق الساحرة المستديرة وكل جماهير الكرة المصرية بتنتظر مباراة منتخبنا الوطني الأولمبي أمام باراجواي واللي هتتلعب النهارده إن شاء الله الساعة 8 مساء ضمن منافسات ربع نهائي منافسات دور الألعاب الأولمبية بباريس 2024. طبعا مباراة مهمة جدا والعيون كلها بتتجه إلى هناك، مباراة صعبة مفيش كلام.